مكالمة صوتية مع السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري بعد بضع دقائق. خالد، مرحبا خالد، كيف صحتك؟ عمر معك خالد، ليش ما اتصلت فيي؟ اعطيتك الرقم تتصل فيي، ما اتصلت. ما علموني يتصل. ما يتصل؟ ما خلوني اتصل. ما خلوك تتصل. يعني معاملتهم سيئة بالنسبة للي بفهمه أنا، المعاملة سيئة. أنا طلبت اتصل وما خلوني اتصل. ياسر انت معي على الخط، سامع خالد؟ اي نعم. السلام عليكم خالد الدوسري، تسمعني طال عمرك؟ نعم. مساك الله بالخير يا طول العمر، كيف الحال؟ خير الحمد لله رب العالمين. معاك ياسر البحري طال عمرك. انا كنت مسجون سابق في الولايات المتحده الامريكيه لمده 14 سنه. أول شيء طال عمرك أبيك تقول لي اسمك بالكامل طويل العمر. اسمك كامل؟ أي نعم. خالد الدوسري. خالد بن علي بن محمد الدوسري. نعم. طال عمرك شنو تاريخ اليوم؟ 8 أكتوبر 2021. أي نعم طال عمرك. زين طال عمرك، أنا بسألك سؤال خالد، أنت طال عمرك تستعمل أدوية حاليا ولا لا؟ تستعمل أدوية طال عمرك ولا لا؟ السجن ما يعطيك أدوية، ما يعطيك وصفات طبيب نهائيا؟ لا. زين طال عمرك يا أبو وليد، أنت هل تعتقد أن أنت بحاجة إلى أدوية ولا لا؟ زين طال عمرك السؤال، متى آخر مرة صورت يا خالد؟ تقدر تطلب إنه يصورونك صورة حديثة؟ صورة؟ اي نعم. طلبت صورة بس ما جاني رد. قدمت يعني شريت من الكانتين؟ لا ما اشتريت، طلبت صورة. زين طال عمرك أنا اللي خبري عشان تصور طال عمرك لازم تشتري صورة من الكانتين، أعتقد سعرها دولارين. نعم. طال عمرك لازم تعبي الكانتين، لازم تعبي فورمة الكانتين وتطلب إن تبي صورة ويخصمون دولارين من حسابك على أساس يحطوا لك موعد وتصور. نعم. تسمعني طال عمرك؟ نعم. زين انت عندك فلوس كانتين طال عمرك؟ عندك فلوس كانتين؟ كومسري؟ اي نعم. عندك فلوس الكامسري؟ عندي فلوس. القنصلية طال عمرك؟ من القنصلية؟ لا. زين طال عمرك شنو اخر مرة شريت من الكامسري؟ اخذت كوفي، اخذت كوكيز، صابون، ديودرنت، كلمني بالله عليك قول لي شنو اخر شيء اشتريته منهم؟ اخر شيء اشتريته ما اعطوني اياه، اعطوني شيء قليل. مثل شنو طال عمرك؟ فهمني بالضبط. شيء مثل صابون؟ سبرايت، كوك. اوكي، صودا، سبرايت، كوك. تشتري ديودرنت؟ صابون؟ صابون؟ تشتري صابون طال عمرك؟ تشتري صابون؟ كان عندي صابون، اشتري صابون.
يعني الحين انت هل بحاجه لصابون ولا عندك ما يكفيك؟ عندي ما يكفي. حلو، ديودرنت عندك ما يكفيك كمان يا طيب؟ زين، شنو بعد تشتري من الكاميسري طال عمرك؟ بلغني، تشتري تشيبس، تشتري كوفي، بطاطس؟ نعم، كنت اشتري تشيبس، اشتري اكل، ماما ما اكل اشتري. حلو، اخر مرة ليش ما اعطوك اغراضك؟ ما قالوا لي ليه؟ ما جاك ريجكشن سليب؟ زين طال عمرك كلمني عن الشاورات، كلمني عن الشاورات، كم مرة يطلعونك تتسبح بالاسبوع؟ 3 مرات؟ تقريبا 3 مرات بالاسبوع. اوكي، عطني الايام طال عمرك، متى يطلعونك تستحم؟ اثنين اربعة خميس، اثنين اربعة سبت ولا؟ ما في يعني يوم محدد. اوكي. من الاسبوع، من يوم الى 3 ايام بالاسبوع. اوكي. اوكي، يطلعونك تستحم يعني بشكل روتيني، ما عندك مشكلة؟ تطلع تستحم من غير مشاكل؟ ما عندي مشكلة استحم بشكل روتيني. زين طال عمرك، وبالنسبة حق التعبد الصلاة؟ بالنسبة حق التعبد والصلاة طال عمرك عندك مشكلة بالصلاة؟ أقصد طال عمرك يعني عندك سجادة، عندك قرآن؟ حلو، تصلي جماعة يعني مع الآخرين؟ نعم. منو معاك تصلي معاهم طال عمرك؟ ممكن تعطيني بعض الأسماء؟ ما عندي أسماءهم، هم الناس في المكان أنا موجود فيه، يونت موجود فيه. ها، مساجين آخرين؟ زين طال عمرك، ما يجي أحد من الشارع العام؟ ما حد يجي من الستريت يصلي فيكم، يأم فيكم؟ ما حد متطوعين؟ فهمتك طال عمرك. زين الحين بطلبك طلب طال عمرك، تسمعني طال عمرك؟ نعم. ابي اطلبك طلب، ابيك المره الجايه يوم عندكم كاميسري ابيك تطلب طال عمرك انك تصور صور حديثه، اعتقد الصوره الواحده راح تكلفك دولارين. اخر شيء في الطلب في الكاميسري مكتوب اذا تبي فوتوز تعلم عليه انك تبي فوتوز طال عمرك عشان يطلعونك برا عند اليونت وتصور، تسمعني طال عمرك؟ نعم. هذا ابيك تسويه طال عمرك. ابسالك سؤال ثاني، انت ودك ترجع المملكه ولا ايش؟ المملكه؟ نعم، ودي ارجع المملكه. انزين، ما مليت من السجن؟ ما مليت من هناك؟ اوكي، كلمني شنو شعورك؟ علمني. شعوري هو يعني سجن، مكان ما كنت ابي اجي اقعد فيه، وهو المكان كنت موجود فيه، و يعني كنت دائما احس بالملل في السجن. اي نعم، وبعد؟ زين طال عمرك انا عندي سؤال لك، انت تدري ان كان عندك استئناف ورفضوه؟ استئناف ابيل، كان عندك دايركت ابيل ورفضوه، المحكمه رفضته؟ ما ادري تقصد جي تي ترانسفير؟ لا طال عمرك، استئناف دايركت ابيل، اعاده فتح القضيه والمحاكمه من جديد، استئناف، تدري إن كان عندك استئناف وقد رفض؟ ما أدري، ما أذكر. ما حد علمك طال عمرك؟ سم؟ عيد مرة ثانية ما عليك أمر؟ ما أذكر، أعتقد كنت مرفوع منه. ما أذكر، أعتقد جتني ورقة، جيت ترانسفير وكان أبي أوقع.
اي نعم طال عمرك الورقه هذه اللي جتك اخر مره. حتى مع المعلومه القنصليه. اي طال عمرك الورقه اللي جتك اخر شيء هذه حق النقل من سجن الى اخر، تسمعني طال عمرك؟ انا ما اكلمك عن النقل، انا ما اكلمك على الترانسفير، انا اكلمك طال عمرك على الاستئناف. المحكمه طال عمرك القضيه تفتح من جديد، كان في استئناف ورفض، عندك خبر طال عمرك ان الاستئناف رفض من قبل المحكمه ولا ما عندك خبر؟ لا ما عندي خبر. كان عندك خبر ان كان في استئناف اصلا؟ لا ما عندي. زين طال عمرك مره ثانيه بسالك، انت ودك ترجع المملكه صح ولا لا؟ لا ما انا ودي ارجع الى المملكه. اي نعم ودك ترجع لاهلك صح ولا لا؟ اي نعم. زين طال عمرك انا بس اسالك سؤال، طال عمرك انت في نظر نفسك، انت في نظر نفسك تدري ان انت بريء صح ولا لا؟ نعم انا بريء وابي ارجع الى المملكه. انا اناشد جلاله الملك سلمان ان يرجعني الى باذن الله تعالى. بسالك سؤال كمان يا انا بعثت لك رساله واصدقائي بعثوا لك بوست كاردز، ما وصل لك شيء؟ وصلت لك رسائل. اوكي كلمني عن الرسائل اللي وصلت لك، ايش نوعيه الرسائل اللي وصلت لك؟ رسائل زي البطاقات فيها صور. حلو الكروت. حلو. الناس تسلم عليك؟ الحمد لله. هل انبسطت انت من الرسائل هذه؟ هل انبسطت فرحت لما شفت الرسائل هذه والناس تتذكرك؟ نعم نعم فرحت بالرسائل. كم تقريبا كم رساله وصلت لك؟ بالعشرات؟ ما ادري اعتقد تقريبا 10. اوكي اوكي تسمعني يا ابو وليد؟ أنا كنت مسجون زيك، أنا سجنت في الولايات المتحدة الأمريكية 13 سنة، تسمعني؟ نعم. والله سبحانه وتعالى أنعم علي وأعطاني الحرية أخيرا. ما هي بعيدة عن ربك. تسمعني يا أبو وليد؟ نعم. لا تفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. ممكن اسالك سؤال ثاني يا ابو وليد؟ الزنزانه اللي انت فيها انت وحداني ولا معاك نزيل؟ انا وحداني. يطلعونك رك؟ يطلعونك نص ساعه باليوم ساعه باليوم تتمشى برا ولا لا؟ مرة باليوم يسمحون لك تطلع برا نص ساعة كاملة؟ نعم. مالك خلق؟ لا أقصد مالك خلق متملل ما ودك تتمشى تلعب رياضة؟ ما نلعب رياضة برا. شلون تقضي وقتك بالانفرادي؟ تقرأ؟ تنام؟ تلعب رياضة؟ اوكي اجل شو تسوي بالانفرادي طال عمرك؟ الانفرادي 24 ساعة، شلون تقضي الانفرادي طال عمرك؟ نوم؟ كنت امشي داخل الصالة اليونت الوحدة صحيح واشوف التلفزيون واتمرن داخل الزانة بعض الاحيان. عندك اصدقاء؟ هل عندك اصدقاء؟ نهائيا ما تعرفت على احد؟
لابد ان عندك واحد او اثنين تعرفت عليهم تسولف معاهم تطالع تلفزيون معاهم. اقول لابد انك تعرفت على احد دام انه في تلفزيون وتمشى برا، لابد انه واحد اثنين تكلمت وتعرفت عليهم. فهمتك طال عمرك. خالد بن علي، ابشر طال عمرك باذن الله، ابشر. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وانت انسان مظلوم، والله سبحانه وتعالى ما راح ينسى عبده. عليك بالصلاة، عليك بالدعاء، تسمعني يا أبو وليد؟ عليك بالصلاة وعليك بالدعاء، وابشر إن شاء الله بفرج قريب ونصر من الله سبحانه وتعالى. خالد بس عندي طلب أخير طال عمرك، عندك أي كلمة أي عبارة ودك تختم فيها المكالمة هذه طال عمرك؟ أنا خالد الدوم سري مناشد الملك سلمان، حكومة السعودية الرشيدة، ولي أنا محمد بن سلمان، جاني و 10 سنوات في سجن أمريكا، كفاية كفاية كفاية. قضية خالد الدوسري هي قضية فيدرالية من الدرجة الأولى، لذلك أي محامي يريد الدفاع عنه لازم يكون مرخص من قبل القضاء الأمريكي، لازم اسمه يسجل في البار أسوسيشن التابع للحكومة الفيدرالية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. المحامي الأمريكي الجديد المرخص من قبل البار أسوسيشن التابع للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تكون نقطة انطلاق مقطع الفيديو المسرب منذ زمن ليس ببعيد، الذي في خلاله يحكي المحامي الأمريكي السابق عن ابتزاز وتلاعب الحكومة الفيدرالية والإف بي آي والقضاء وأيضا مدعين العوام ضد خالد الدوسري. حاولوا عرقلة سير القضية، حاولوا ابتزاز المحامي وفريق الدفاع التابع إلى خالد الدوسري، وهنا هذا يسمى ب reversible error، معناته خطأ جسيم وفقا عليه تعاد فتح قضية خالد الدوسري من جديد. راح أحط لكم مقطع قصير من تلك المقابلة التي من خلالها قال المحامي السابق لخالد الدوسري المحامي الأمريكي وكيف قامت الحكومة الفيدرالية بابتزازه. Okay, as you told me once before, the FBI, they was tapping your phone, you know, going through your trash in your room. They crash your phone, your computer, your iPad before a trial, also your wife's phone. And the question will arise, why they done this to you? Especially well, you are a lawyer and American citizen. Well, look, I can't prove this, as I mentioned before, but the only reason they would have had access to my computers or try to get access to my computers, my associates' computers, my wife's computers, and crash them was to either interfere with my ability to effectively represent Khalid or to obtain information that was covered by the attorney-client privilege. I know what happened. I know what they did. I just can't prove that it was them that did it, but I've never had that happened to me before, and it was far more than a coincidence, because it happened to me, to my computer, my phone, my associate's computer, his phone, my wife's computer, her phone. It was a calculated intrusion for sure. Okay, Mr. Dan, do you think Khalid received a fair trial in the U.S.? I did not. In fact, I know he didn't receive a fair trial. Not only was the original judge biased towards him, the judge that tried the case was biased towards him, gave him an extremely inappropriate sentence, and the government failed to produce information that they were required to produce. And I think we'll be able to either get him a new trial or get his sentence substantially reduced. These prosecutors used this case as a
a vehicle for self-gratification and for self-promotion and advancement. I can't tell you what our government's motivation, the United States motivation was, but I do know that these prosecutors, they lied, they cheated, and they stole, and they used this case to advantage themselves. Okay, Mr. Dan, what's your message to Khalid's family? And my message to Khalid's family is he didn't get a fair trial. The judges were against him. The jury was against him. That said, I think we can now prove that the government engaged in misconduct. And once we have that proof and we can show it to the courts, we should either be able to A, get his sentence reduced, or B, get him a new trial. And that's what I intend to do. So do you think because he's a Muslim, he had, you know, unfair trial? 100%. 100%. مثل ما شفت يا جماعة الخير المقطع هذا دليل وبرهان شافي ووافي لإعادة فتح قضية خالد الدوسري يسمى ب newly discovered evidence من خلال المحامي الأمريكي الجديد وشطارته يقدر يطلب شيء يسمونه evidentiary hearing جلسة استماع وفقا لأدلة جديدة أدلة ابتزاز المحامي القديم لخالد الدوسري ومحاولة عرقلة سير الدفاع وفريق الدفاع لإخراجه من تلك القضية الشنيعة. أنا تكلمت مع خالد الدوسري ما يقارب 30 دقيقة وانطباعي عنه أنه متأثر نفسياً of course بالنهاية هو في سجن وفي سجن انفرادي لمدة 10 سنوات ولكنه عاقل سوي يفهم ما حوله يلعب رياضة يتمشى يطلب من الكانتين يحب الكوك كوكاكولا سبرايت يلعب رياضة أحياناً داخل العنبر داخل الزنزان ويشاهد التلفاز من حين إلى آخر كيف استطعت الوصول إلى خالد الدوسري؟ المثل الأمريكي يقول When there is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. إن كانت هناك النية، كانت هناك الوسيلة. فاعل خير. تخيل في ليلة وضحاها تؤخذ من حرم الجامعية لجامعة مرموقة في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تزج في أعنف سجون الولايات المتحدة الأمريكية من غير لائحة ولا دستور وينتهي بك المطاف لأن تطبق 15 عاما في سجون أمريكا ظلما وعدوانا وبهتانا لقد دونت كل قصتي بحذافيرها في كتاب اسمه خلف الأسلاك الشائكة وهو كتاب يحكي عصارة عن دمي يحكي مآسي ولكن في نفس الوقت يحكي عن طموح شاب عربي مسلم وما آلت إليه الظروف والأحكام أوعدك يا عزيزي القارئ إن بدأت في قراءة كتاب خلف الأسلاك الشائكة لن تستطيع التوقف